Yeah, well, I've got a conscience, so shoot. Keep this shit up and something. Samantha! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندر وبندرت رجعت لكم مقطع جديد. في هذا الفيديو راح ألعب هيتمان 2. طبعا أنا خلصت مهام الجزء الثاني، ولكن بما أنكم تطلبون جالسين اللعبة كثير، في بعض المهام من الجزء الأول أقدر ألعبها، والأكثر طلبا منكم على مرحلة الآن راح أوريكم بها. هذه المرحلة في المغرب في مراكش. طبعا في مراحل زيادة كثير، في عندك إيطاليا، في هذه توقع تايلاند، أمريكا، اليابان، وخلاص بعدين ما ابغى اطول عليكم. شكرا لكم على الدعم، وخلونا الان نتجسس في المغرب. The fate of a nation is at stake. I will leave you to Oh my god يا جماعه، ذي المهمه شكلها صعبه. هذه المره لازم اني اجلد اثنين، بس ما ادري ليه احسها صعبه مره. عندنا شخصين، شخص اسمه ريزا زيدان وكلاوس هوغو ستران. طيب شباب، راح احط الاغراض حقي ايش؟ هذا اللي يفتح الابواب المقفله، وايضا سمها راح خلي معايا. اوكي شوفوا، اوه اختار بدلة. لا ما ابغى هذا، راح اختار هذا احسها فخمة مرة. تمام يلا خلونا نبدا في المهمة. الله يستر. بس ويلكم تو ماراكش 47. ماراكش اوكي يلا. طيب ترون في مظاهرات على هذول الاشخاص اللي المفروض اني اجلدهم. اولا شيك عليهم فين اماكنهم. واحد هنا بعيد مرة، والثاني برضو بعيد. طيب الصراحة ما أدري أصلاً أبدأ أجلد مين أول، بس خلونا نستكشف المنطقة وكذا ونشوف نحصل لنا مهمة ولا حاجة من ناس تتكلم كذا. أيوة يا سلام، على طول حصلنا زي الفل. أوه هي جالس يتكلم ويقول إنه في مفتاح يفتح كل الأبواب موجود يا جماعة في ذا البيت. ها طيب لو دخلت ذا يقول لي إيش؟ أيوة لا تمام سلام عليكم، خلك طبيعي. بس لو دخلت هنا الولد يشك صح؟ يب يب لازم انتبه. طيب شوف التجسس كيف البيض. كم واحد اصلا هنا موجود؟ اهم حاجه ما يكون في حراس كثير. في ناس اوكي، هذا بس لحاله، راح اخبسه خبزه يا جماعه لو لا. والله لحاله. السلام عليكم. لا بسرعه. ايوه او ماي جاد. دقيقه، خذ المفتاح وحطه هنا خلاص. طيب ذحين يقول لي المهمة روح للمدرسة. ها المدرسة هذه شكله يعني خلاص اقدر افتح اي شيء بهذا المفتاح. ورب مفه اذا ما يدري ولا بحاجة. ايوه لا لا تقول لي ما اقدر. اوه ما اقدر. احتاج لبس جيش يا شباب. ما يبيع هذا، هذا محل ملابس يا اخي. هي والله قال شيشه. هي از شيشه مدري ايش. ما شاء الله ما شاء الله، ايش ذا بطاطا ولا ايش؟ بدي اركز في المهمه، ركز في المهمه بس. طيب الجنود في كل مكان يهو، خلنا نستكشف زياده. ها ايوه شوفونا المظاهره هنا، محافظو البنوك كالسرطان. واو اتوقع اوه هذا داخل هنا يا جماعه. هذا كيف اصلا راح ادخل له المشنقه للصوصه؟ ها هذا سوقهم يا جماعه، سوق الخضراء هنا في كل شيء ما شاء الله. تسمعون؟ كمان مين ارجوكم لبس جندي. ياه يا جماعه شكله هذا الهدف اللي انا ابغاه، الهدف اللي انا ابغى الحال، وحصلته في سيف. ايوه دقيقه اسحبه 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 هنا يا رجل، ده الفرشه والبس وشيل ام مرك بسريع والهروب. لا دقيقه يا بندر، فكر بس فكر، لازم اني ازبنهم في مكان ما حد يعرف مكانه. وربي شكلي اهرب. اهرب 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 بس اهرب. ايوه حصل الجثه بس ما ليه دخل. ان شاء الله انه ما يبلغ، بس حتى لو بلغ انا اصلا شرطي. خلونا دحين نروح للمدرسه. ها دحين واحد يتكلم، كف واحد يتكلم. اي كمان اما ما ادري ليش
لا تقول لي الجنود حق هذيك المنطقة غير عن هذه المنطقة. Sir, this is off limits. ورب تو ماتش. يهو عادي صح ادخل. ايوه ما يقول لي ولا كلمة. بس لازم اني احصل مهمة عشان اجلد ذا اللي داخل، ما ابغى ادخل وخبز ولا حاجة. اوكي. ايوه. طيب خلونا نشوف هنا ايش فيه. في حاجة مهمة كذا اي شيء. ايوه. خذ لك اللبس، انا سكيورتي يا رجالة. سكيورتي انا، ديم. يا سلام. يا سلام. اوكي. Now to locate Klaus. يهو الحراس يشكون اللي فوق. يهو ابغى مهمة حاجة كذا. اهلا بك مكتوب. انا ليش مبسوط على اي كلمة عربية احصلها؟ حصلنا مهمة هذه المرة، لازم اني القى هذا الشخص واخذ ام اللبس حقه عشان اسوي مقابلة مع هذاك واجلده توق. ما ادري كيف اسوي مقابلة معاه، اجلده بالمايك كذا ولا ما ادري، بس راح نسوي حاجة. طيب. يا سلام. ايش ذا المكان؟ اقدر ادخل هنا؟ او مايك. والله يا جماعة مو عنصرية ولا شيء، بس حصلت لابس قناع والله. اوه لا ما اقدر ادخل، ما اقدر ادخل. ما اقدر ادخل. يا جماعة دقيقة، في مدخل من ورا. خلونا نفتح الباب بس ان شاء الله ما حد يشوف. يب يا بندر واحد شاف. نايس. نايس بندر نايس. هاي طارد وراي الكلب. اهرب اهرب. اهرب خليك زابل هنا. ياي التجسس. ادخل بس انتبه، ها انتبه. قفل الباب. ايوه. طيب ايش الخطه دحين؟ ما ادري. اوه ديم حصلت بطاقه فيها عضويه، يعني دحين ادخل اموري في السليم، ما حد يتكلم صح؟ ايوه يا سلام. بس انتبه من الجنود هذول. يا انتبه يا انتبه. سوي لفه ولا اي شيء. ايش ذا؟ اطفي الموسيقى. والله يا ليت يعني ازعاج يعني. طفي طفي بس. اوه ماي جاد دقيقة، طفت الموسيقى ف اصبر دقيقة. ايوه روحي الكاميرا جاه هنا. اوه ماي جاد ديم مقصودة، مقصودة هذه، مقصودة مقصودة يا جماعة. دقيقة لا البس البس. اوكي ايوه سبله هنا. يا سلام الهروبة. يا رب يا رب يا رب اهرب بس اهرب. واه كلهم شاكين فيا، كلهم شاكين كلهم شاكين. سريع 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 اهرب اهرب. باقي باقي يبحثون عني يبحثون عني. هاي ليه ليه الكل جال يكشفني؟ ليه ليه الكل يكشفني؟ او ماي جاد الكل شاكين فيا ليش؟ نايس السلاح يا حمار. مش فاهم يا شباب. اوه اوه ماي جاد اوه ماي جاد. ايش دحين المفروض ان الجنود هذول اللي ما يشوفكم فيا. ايوه حلو. سوي سم لام الشيشه، ها سوي الام سم ابلع. اوكي سلام. خلوه ياخذ تفاحتين ولا عنب ولا باقي. اوه ماي جاد اوه ماي لو قتلته. اوكي البس ام اللبس سكاتي والهروب الهروب يا شباب. يلا كلمهم. يلا مشينا سريع سريع يدورون. دخلنا يا جماعه. يا سلام جماعه خايف مره ما ادري ليه هذا المكان يخوف. طيب دحين راح تنتهي المهمه واجلده ولا باقي حاجه زياده؟ ايوه هذا هو يا جماعه، هذا هو الهدف. اوكي شغل الكاميرا وتبدا. ها يلا خلاص انتهت المهمة بس من جلد. شباب كيف اجلد ذا؟ ما في اي حاجة هنا. حصلت الطريقة، حصلت الطريقة يا جماعة اللي راح اقتله فيها. سلام يا سلام. لا 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 يكشفني واحد بس، لا يكشفني، اهم حاجة عندي ما انكشف. اوكي طيب يلا راح اجلد هذا. اوكي سريع سريع. ايوه واجب الفرد. سوي المقابلة سوي المقابلة بس خذ راحتك. شوفك على خير يا رجل. مات ايوه مات. ديم لا لا في جندي في جندي. دقيقة
تم خبز أول واحد إيزي. هذه مهمة ثانية شكلها، خلونا نشوف هذه الأوراق. يا جماعة شكلي راح استفيد من المظاهرة اللي موجودة وأتخلص من الثاني، فاهمين؟ والله جالس. أوه السلطة لا تعطى في مدرين. يا ربي يروح مكان كذا فاضي بس. أيوة يا جماعة شغل هذه. لا حسبتها يتكهرب يا جماعة، ما تكهرب. أقول لك تعال بس تعال، ما نتفاهم إحنا إلا كذا. لا لا يا جماعة جالس أخبص أنا في ذي المرحلة. كيه واسحبوا معاك هنا. أوه هنا غرفة خاصة، يا سلام. ألبس لبسه بس من بدري، حط زبالة. يلا خلاص كذا تمام. يلا إيش تسوي ذحين؟ أروح أكلم اللي يطبع الأوراق هذه. طيب حلو، السلام عليكم. ها إيش الخطة؟ وراكم يعني؟ يروحون ذحين المدرسة اللي ما قدرت أدخلها في البداية. يعني أنا حاسب كل حاجة يا جماعة. مدري إيش شمس خسارة. سمعتم؟ السلام عليكم. إيش هذا الكلام؟ المفروض تمنع اللعبة هذه. جايبين شخص يقول السلام عليكم. أيوة يلا. أما راح يمشي معانا ذا مشكلة كذا. لا خلاص وقف. حلو نحن لازم نروح لغرفة الطباعة نفسها، وأتوقع أننا راح نقابل زيدان يعني الأسطورة هذا اللي سجل أهداف كثيرة. والله خلاص انتهت المهمة كذا، بس في مهمة ثانية فتحت لي تمام، إنه في سجين أو حاجة زي كذا راح نتبعها عشان نحاول إننا أقل حاجة نخلص هذا ونجلده بدون ما حد يدري مرة يعني. فخلونا دحين نروح لغرفة السجناء نفسها، بس أتوقع راح نكشف كذا صح؟ لا مو هنا. أيوة أيوة لازم ألبس لبس جندي. واو لا أوكي مو صعب. دقيقة لو دخلت اصلا هنا محد يكشفني عادي يعني، كاني من الجماعه وكذا. هذاك ما يروح يدخل كذا هناك. ايش ذا؟ توي تانك. ايش ذا؟ عرفته يا جماعه تحركاتهم. ها خلاص حفظتها. متى يفترقون عن بعض وكذا ما عليك. راح اجهز بس هذه معايا. ايوه يلا سلام. خذ لك تمام، واسحب امه. يا سلام يا سلام. سريع سريع، حطه هنا حطه هنا قبل الصاحب ما يشوف. ايوه ايزي، هذا اول واحد تخلصنا منه. خوي فين ومن اوريك انا. خلاص اتوقع كذا محد يكشفني صح المفروض. ايوه تمام، البس اللبس واسحب ابوه، اسحبه عند خويه. يلا سريع خلاص يلا. طيب دحين ايش بعدوه؟ اروح عند السجن مدري السجين مدري في حاجه هنا. ايوه اوه هذا السجين. اوكي ايش اقول؟ اوه انا اخذت الجنرال مدري ايش، يعني اقدر اقول له يلا انقلع انا راح احرس. شوف كيف اعطاني التحيه حتى كلمه واحده. يلا امشي حرك. يس سير ثانك يو سير. او ماي جاد راح البس لبس السجين. تعدين شباب استعدين سريع سريع. اوكي شيل يلا سريع سريع سريع. ها طلعوا هنا طلعوا هنا. اوكي والبس هذا سريع. يلا قفل الباب قفل الباب. سلام يلا يا جماعه يلا. اوكي اوكي دام تايد اب بريزنر. اهدوا بس اهدوا. ذات از جنرال ريزا زيدان كيبر اوف ذا بيس. رب الخطه ديم الخطه ديم. اوكي تايم تو ديسايد وات شود اي دو. او ماي جاد يلا اقتلوا يا جماعة. Don't tell me you're sleeping inside. هاي جماعة يلا بسم الله ابلع خذني بس. او ماي جاد دايم دايم
خلاص ارجع البس لبس الجندي يا رجال الجنرال مدريش والهروب. يلا يلا شوف لنا اقرب مخرج على السريع قبل ما نشوفنا الجنرال. اوكي الله قربنا قربنا. شوفكم على خير. السلام عليكم. يلا اهرب اهرب. يس يا بوي. والله يا جماعه القتله الثانيه ديم 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 كالعادة إيزي. أوكي بس شباب بنوصل لنهاية الفيديو، أتمنى أنكم استمتعتم. رح أحط لكم تصويت خفيف إما أنه المرحلة الجاية ألعب في إيطاليا ولا هذا إذا ما كنت غلطان تايلند أو حاجة زي كذا، وأنتم اختاروا. شكرا مرة على دعمكم لهذه اللعبة، أتمنى أنكم استمتعتم. لا تنسوا تقيموا المقطع وتعطون لايك ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو. مع السلامة. We'll be right back.